معايا النهارده في افتتاح شعبي اف ام اميره نور واحمد الشناوي. ارحب بكم في البدايه، بقول لكم مبروك على شعبي اف ام. اهلا وسهلا، اهلا بيك، وطبعا مبروك على برنامج الناس الرايقه. الناس الرايقه، الناس الرايقه. وطبعا الشناوي، بما انك انت مؤسس شعبي على نغم اف ام، برنامج شعبي الحبيب، تكلمني شويه النهارده عن شعبي اف ام وايه الجديد؟ والله اذاعه شعبي اف ام دي يعني احسن حاجه فيها ان هي اول اذاعه شعبي تعتبر في الوطن العربي وتعتبر في العالم. يعني مش حد مثلا حكومه او اذاعه عملت اذاعه شعب للناس. دي في حد ذاتها انجاز كويس جدا، وفي حد ذاتها حركه جريئه من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. ده من وجهه نظري كاحمد الشناوي. طبعا ناس تعبوا جدا، وطبعا هم زملائي واعزائي واصدقائي، ناس تعبوا جدا، ناس كانت بتشتغل ليل ونهار، وفعلا الناس تستحق الانجاز والحاجات الكويسه اللي احنا شايفينها دلوقتي بصراحه. وان شاء الله انا متنبا الاذاعه دي تبقى يعني من اوائل الاذاعات المتخصصه في الوطن العربي بصراحه. رايك يا اميره؟ وانا كمان هنا من جورنال مصر بقول لكم مبروك على الناس الرايقه. وعرفوني اكتر، الناس الرايقه مين؟ احنا الناس الرايقه. طب عايزين ان انتوا الناس الرايقه تقولوا ايه للجمهور او للمستمع؟ الناس الرايقه ده برنامجنا الجديد، بدانا لو مش ناويين بقالنا اسبوع تقريبا. مبروك. العام طبعا الاستاذ احمد سمير مدير اذاعه نغم. بنحاول ان احنا نفصل الناس من 4 ل 6، لان ده وقت رش اور، والناس زهقانه وحرانه وكل راجع من الشغل وزحمه المواصلات. نتخانق مع مديره وبتاع، ولا نتخانق مع مراته والحاجات دي. نديك ساعتين روقان، في نفس الوقت يكون لقاؤهم سريع وفيها معلومه كويسه، ويعني بنحاول نقدم حاجه جديده وتجربه جديده والدنيا بتاعتنا. ان شاء الله. ده برضه هيخليني اسال سؤال. اميره نور شارع الفن واحمد الشناوي شعب الحبيب، ايه؟ دي التركيبه بقى. لا انا مش قصدي التركيبه الجديده. تمام، دي التركيبه الجديده. يعني انا شخصيه واميره شخصيه تانية خالص. بالظبط، ما عشان كده مستغربه. اه طبعا لازم الواحد يعمل ميكس، ما هو ما ينفعش واحد يجيب ولد وبنت شبه بعض، مش هيبقى فيه جديد. وهقول لك كمان شناوي طبعا حاجات فيا انا ما كنتش مكتشفاها، وانا اعتقد ان بعض شناوي حاجات ما كانتش طبعا كتير جدا. زائد ان احنا على المستوى الشخصي بقى اصدقاء جدا وكبار جدا، وكنا تقريبا يعني تعينا في نفس التوقيت تقريبا مع بعض في نفس اللجنه، يعني نفس اللجنه، في كيمستري زي ما بيقولوا، كيمياء يعني بينهم وبين بعض. احنا سعداء جدا ان احنا بنشتغل مع بعض، ما بنحسش اصلا ان احنا بنشتغل. وقت البرنامج هو بره البرنامج زي جوه البرنامج على فكره، هو نفس الموضوع. النهارده كان عندنا الناس اللي النهارده كان عندنا خلصت الناس الرايقه وجيتوا على طول على شعبي. الف مبروك. طب برضه هكرر نفس السؤال بطريقه مختلفه. شارع الفن ستوب وشعب الحبيب ستوب برضه ولا؟ هو شعب الحبيب هو مستمر؟ اللي خلاه مستمر حاجه واحده، ان هو بس واخد بالك، فهو ده يعني هيبقى مستمر لفتره ان شاء الله، وبعد كده مش عارف هيبقى موجود تاني في الخريطه البرمجيه ولا لا. ان شاء الله ان شاء الله. عملنا كمان، هو بيخاف من الحسد. عملنا كمان، خدنا فقرات معينه من شارع الفن. شارع الفن اخدنا فقرات في شارع الفن يعني، عشان كان في ناس كتير بيكلمونا ويقولوا لنا يعني كانوا متضايقين جدا ان ايوه شارع الفن بقى له كتير، بقى له فتره هو توقف في الخريطه الجديده عشان نحل الموضوع، والناس كانت هتيجي تغير دورها. ايوه، لان شارع الفن ده من سنين والناس متعوده عليه من بدايه نغم اف ام. خدنا اجمل الفقرات مثلا، مش ما حدش يقول مثلا طب خلاص احنا مش هنعرف نعمل برنامج جديد، لا هم لا حاجه
رايقه. مليون مبروك عليكم، وان شاء الله يكون هو اللاكي بتاعكم.